في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، استقبل معبر رفح البرية عددا من الشاحنات الإغاثية والإنسانية والدوائية متجهة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات إلى 80 شاحنة. في السياق ذاته، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس إجراءات تعسفية لمنع وصول المساعدات من خلال سياسة التباطؤ والرفض لعبور عدد من الشاحنات التي تحمل خياما ومعلبات وألبان أطفال. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية المتجهة إلى منفذ كرم أبو سالم ثم إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم الحصيلة كالآتي: 80 18 8 4. 80 هو عدد الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والدوائية والإنسانية والتي توجهت إلى منفذ كرم أبو سالم عبر معبر رفح. 18 هو عدد الشاحنات التي قام بتفريغ حمولتها بالفعل وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. 8 هو عدد الشاحنات التي لم تسمح لها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفريغ حمولتها ورفضتها تماما وعادت مرة أخرى بكامل هذه الحمولة إلى الأراضي المصرية. 4 هو عدد الشاحنات التي قام بتفريغ حمولتها، ولكن من الشاحنات التي تحمل محروقات و بدقة أكثر هي شاحنات تحمل غازة. إذن نحن أمام تناقص عن عدد الشاحنات التي دخلت بالأمس. كنا نتحدث بالأمس عن عبور 106 شاحنات من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية ودوائية، اليوم نتحدث عن يعني 80 شاحنة فقط. كل هذا يعود إلى الإجراءات التعسفية الكبيرة الذي يمارسها الجانب الإسرائيلي، والتي يعني تحول دون دخول هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعانون من نقص شديد وشح كبير من المواد الغذائية والبترولية وهذه المواد التي تسمح لعمل المستشفيات والمرافق والمراكز الصحية. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.